اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية ومعالي سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية الصديقة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي وزير الخارجية لروسيا الاتحادية. وخلال الاجتماع تم استعراض علاقات الصداقة والتعاون الوطيدة بين البلدين الصديقين والمستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات البحرينية الروسية في شتى الميادين، والتأكيد على الحرص المشترك والمستمر على تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها إلى أفضل المستويات بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. كما تم التوقيع على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمية. وخلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، شهد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين. وأكد معالي أن الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين الصديقين أسهمت في وصول العلاقات بين البلدين إلى مستويات مميزة على مختلف المستويات. العلاقات ما بين البلدين الصديقين شهدت طفرة كبيرة أثر الزيارة الأخيرة لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة إلى سوتشي في روسيا، وزيارة صاحب السمو الملكي الشيخ الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد إلى موسكو وسان بيترسبرغ، وبناء عليها توصلنا إلى العديد من الاتفاقيات، بعضها وقعتهم خلال هذه الزيارة أمامكم اليوم ومع وزير العدل، وبعضها الآن في طور التنفيذ، وبحثنا العديد من الأمور المشتركة. كما تطرق معالي وزير الخارجية إلى التحالف الإسلامي العسكري الذي أعلنته المملكة العربية السعودية ويضم 34 دولة بهدف مكافحة الإرهاب في الدول الإسلامية. وأكد معاليه أن مملكة البحرين من أوائل الدول المشاركة في هذا التحالف، ومشيرا إلى دور المملكة العربية السعودية البارز في محاربة الإرهاب والدفاع عن المنطقة. وبينت لأخي العزيز معالي الوزير بمسألة إعلان التحالف الإسلامي ل34 دولة لمحاربة الإرهاب والذي أعلنته المملكة العربية السعودية يوم أمس، ورحبت به مملكة البحرين بأن هذه خطوة مهمة، فنحن المملكة العربية السعودية تقوم بدورها دائما في الدفاع عن المنطقة وتثبيت الاستقرار ومحاربة الإرهاب، وسجلها يشهد بذلك على مر السنوات، ونحن نفعل ذلك دول مسؤولة من هذا العالم لتثبيت الأمن والاستقرار، وأيضا نفعل ذلك بحكم أننا نحن مسلمون وندافع عن ديننا ضد من يدعي أنه يمثل هذا الدين وهم ليسوا لهم أي علاقة به بأعمالهم الإجرامية، وهذه مسؤولية أيضا إضافية علينا كدول عربية مسلمة. وفي الشأن السوري، شدد معالي وزير الخارجية على أهمية الوصول إلى حل سياسي في سوريا
يقوم على مبادئ إعلان جنيف واحد ويجمع الأطراف السورية لتحقيق طموحات الشعب السوري الشقيقة. معالي شدد على ضرورة توحيد الجهود الدولية ذات الصلة بالشأن السوري بهدف إعادة الأمن والاستقرار في البلاد. ما يتعلق بالوضع في سوريا الشقيقة تكلمنا بإسهاب وعمق في هذا الموضوع، ونرى أن ضرورة الوصول إلى نرى أن مسألة الوصول إلى حل سياسي هو الضرورة القصوى لإعادة الاستقرار في هذا البلد الشقيق. حل سياسي يجمع الجميع ويقوم على مبادئ إعلان جنيف واحد، وهذا شيء مهم جدا، ونتطلع إلى توحيد الجهود الدولية في هذا الشأن. فهناك الجهد الروسي، وهناك الجهد الولايات المتحدة والعديد من دول المنطقة، ولن ننجح بصورة واضحة جدا إلا إذا تم توحيد هذا الجهود لمحاربة الإرهابيين وإزالة أي عوائق أو أي أمور لم تستكمل فيما يتعلق بتوضيح صورة المواجهة مع الأعداء.